هلا هلا، هاي، مساء الفل، مساء النور. هاي، كيفك؟ راح عليك درس اليوم، لازم تحضر 3 مرات بالأسبوع، ما بيكفي 2، بدك تدبري لي يوم ثالث. هاي، كيفكم؟ يلا ننطر شوي نشوف مين معنا اونلاين. لازم يوم ثالث، ما يمشي الحال. اليوم هيدا الاسبوع الجدول هيكون كتير مركز، فلازم 3 ايام. فيلا يلا شد حيلك. هي باري. نفسيتنا كلنا محتاجة تمرين. والله انا بعد ما تمرنت اليوم، يومي ابتدى هيك بعدين صار هيك. كيف ما بعرف، يومي ما بعرف كيف صار. كلمت النادي بس ما اتصل علي عشان تمرين، بلا كلموني، بس انا قلت لك انا بدي اخذ جروب بي تي، يعني بدي يكون اقل شيء ابتدي بشخصين، اذا ما في شخصين ما راح اقدر ابتدي. اوكي، فعلى الاقل بدي يكون عندي تو، عندي شخصين كرمال اقدر ابتدي معهم. فما تتريها، مش ناسيتك، انا مش ناسينك في النادي، كلموني بس مثل ما قلت لك لانه جروب بي تي ما راح اقدر اخذ بس شخص، ما راح ابتدي مع شخص. اوكي يلا، مين حيكون معنا؟ اوكي، اليوم عندنا فقرة الأسئلة والأجوبة. اوكي، فخلنا نشوف شو عندكم أسئلة كرميل نجاوب عليها اليوم. طبعا إذا لقينا حدا فاضي لهيدي الفقرة، بعرف الوقت بنص الظهر، نص العالم نايمين هلا. أهلا حبيبتي، أهلا. ايه ما تتنها، مش ناسينك اوريدي. كلموني النادي بس مثل ما تك ناطرة، بدي جروب بي تي، بعدين لازم شوفك كمان، حتى لو هاي لازم شوفك، شوف هل تصلحي تكوني مع مجموعة او ما بيمشي الحال تكوني لوحدك. فان شاء الله نرتب لك، اذا ما كان هذا الشهر ان شاء الله على اول شهر الجاي، بس بعد في كتير امور بعد لازم نحلها من الاول. هلا هلا وغلا فيكم. كيف يتشجع الواحد عشان يبتدي تمرين ويستمر بدون كسل؟ اول شيء لازم تحبوا الرياضة. اوكي، لازم نعرف كتير منيح انه نحنا لما بنعمل رياضة بنكون عم نقدم خدمة كبيرة لجسمنا. اوكي، فاذا نحنا ما عملنا رياضة، يعني تخيلوا الجسم من غير حركة، يعني تخيلوا وضعنا هلأ الحالي. ما بعرف ليش انتو you are not concerned، يعني يعني ليه انكم ما نكون قلقانين بالوضع اللي احنا عايشينه، الوضع الحالي. ترى احنا عايشين في فايتين بالطوفة، على فكرة الجيل هيدا، جيلنا وجيل الجيل، نحنا داخلين يسمونا بالطوفة. ليه؟ حياتنا كلها تكنولوجيا، ما في حركة. يا ناس، نحن خلقنا لنتحرك. ارجعوا لورا وشوفوا اجدادنا وشوفوا الناس شو كانت تعمل. نحن ما بنعمل شيء، فنحن على الاقل لما بنعمل رياضه بنكون عم نقدم خدمه كبيره لجسمنا. تخيلي جسمك ما يتحرك، انت خلقانه تتحرك ولا خلقانه تقعدي تتجمدي ما تعملي شيء بالحياه؟ انه يلا تقعدي تقومي تاكلي وتعيشي. ما بعرف انا اصلا كيف الناس فيهم يعيشوا من غير الرياضه، والله العظيم انا ما بعرف كيف الناس فيهم يعيشوا من غير ما يحركوا جسمهم. اللي بيتعود على الحركة رح يحبها. اوكي، وما تنسوا دايما تذكروا المثل اللي بيقول، او كيف اي شيء بالحياة مثل ما بيقولوا لك، لما بتعاشر اشخاص بوزيتيف بتصيري انت بوزيتيف، لما بتعاشر ناس ايجابيين بتصيري ايجابي، لما بتعاشر ناس غير ايجابيين بتصيري تلاها. الانسان يتطبع بالمحيط او بالاشياء اللي بيعملها وبيكونها لحياته. نفس الشيء اذا انت بدك تتعودي على الكسل، اوكي، ما تعملي اي شيء، اي حركه صغيره في الحياه بالنسبه لك شيء كثير كبير. اوكي، ورح تتعود، وكسر رح يجر كسر، نشاط رح يجر نشاط، هذا شيء اساسي، خذوه قاعده دائما على طول.
فكيف نشجع نعمل رياضة؟ ما بدها تشجيع، ما بدها تشجيع، مثل كأنك عم تقولي كيف اتشجع اكل عشان اعيش. اوكي، دائما اقول لما حدا بيسالني هذا السؤال بستغرب انا اصلا منه، لانه كيف يعني اتشجع اني اعمل رياضة؟ يعني في اكثر من الصحة. اوكي، لما بتمرض كيف اتشجع اخذ الدواء؟ عشان صح، صحيح، هي بالمقابل. اوكي، ولا لانه انت عايش بالرياضة؟ يلا مهم عايشي على وجه الكرة الأرضية. أكيد ما بصير. الإنسان لازم يفكر شوي، يعني أعطوا شوي حق لجسمكم، أعطوا شوي حق لغير أشياء بالحياة. نفس ما بتعطي حق لأولادك، أو مثلا الشخص بيعطي حق لأولاده، مثل ما بيدرس وبيتعب عشان آخر شيء ياخذ شهادة، عشان آخر شيء يشتغل، عشان يوصل المنصب، عشان يحقق أهدافه. في كثير أشياء بالحياة، فالرياضة هدف من هون الأهداف، واللي هي الصحة والعافية بالمبدأ الأول، إنه أقعد أتحرك. يعني أنا ما بعرف، يعني صراحة ما مش بدي أفسر لكم كيف يعني إنكم تكونوا جسد بلا حركة. جسد ما بتحركوا لها المفاصل ولا العضلات، ما بتقومون، ما بعرف كيف. زمان ما كانوا محتاجين الرياضة لأنه حياتهم كانت رياضة. نحن هلأ حياتنا عبارة عن كرسي، نحن صرنا كرسي، نحن كرسي قاعد ما بيتحرك. أوكي، فهن حياتنا غير حياتنا. فإحنا على الأقل لما بنلعب نمارس تمارين رياضية، بنحاول نطبق الحركات ونخلي الجسد يتحرك بنفس ما كان زمان أهالينا، وهذا الشيء اللي حيجنبنا مشاكل صحية، رح يقوينا. يعني ما بعرف أنا كيف يفكر، مو بعرف صراحة، ما بقدر أشرح شيء أنا بحبه. أوكي، وما بتحمل حدا يقول أنا ما بتشجع عمر رياضة وما بحب هذا الرياضة. أوكي، ما بتحبوا رياضة، فتخليكم عادي من زاوية هونيك عم تاكلوا تشيبس وتشربوا بيبسي وتاكلوا ماكدونالدز. اوكي، وتتمددوا واخر شيء تروحوا عمليه، بدها تقضوها بمستشفيات وطول عمركم كمان دايت ومنع عن الاكل، نرجعوا نزيد وخليكم نفس السلكه. ما بقدر ساعدكم. شو عم تقولي؟ انا اشتغل 24 ساعه افطر بالبيت، هل يعتبر رياضه؟ هيدي تعتبر نشاط بدني. اوكي، افصلوا الرياضة، لما بنشتغل رياضة، لما بنتمرن تمارين، نحن عم نستهدف العضلات. اوكي، عم نحرك المفاصل بشكل صحيح، وعم نستهدف العضلات بشكل رئيسي، عم نقويهم. اوكي، شغل البيت او المشي او النشاط البدني العام، الرقص وغيره، وحركة حركات العادية اليومية، حتى لو كانت وراء الاولاد والبيت وشغل البيت، هي تعتبر نشاط بدني. يعني نشاطك اليومي يعتبر نشاط عالي، بس ما تعتبر رياضة، لأن هذه الحركة ما راح تقوي لك العضلات. أوكي، العضلات حتى تقوى وتبني نفسها أو حتى تقوي العضلات، لازم يصير في contraction، يعني لازم تنقبض وتتمدد، لازم تنحط تحت ستريس معين، يعني لازم يكون في ضغط أو شدة معينة عشان تتقدم أو عشان تتحسن. أوكي، عشان تقوى، عشان تبني نفسها أكثر، تبني أنسجة عضلية أقوى، تبني العضلة نفسها أكثر. بهذا الشكل، فإذا ما انقبت ما بصير، وأنت بالتمارين بالحركات العادية بالبيت ما رح تعمل هذا الشيء. أوكي، ما رح يصير، ما بيزبط، يعني لأنه يعتبر فيك تقول النشاط البدني تبع البيت وكارديو، نشاطك البدني ما يحتاج تعمل كارديو. إذا أنت عن جد 24 ساعة تفتري بالبيت، ما يحتاج تعمل كارديو، يحتاج تركز على تمارين المقاومة فقط لا غير. يلا ابعتوا لي أسئلتكم عشان ما عندنا وقت طويل نقعد بس هون نحكي أي شيء. فإذا عندكم أي أسئلة هلا أهلا فيك. إذا عندكم أي أسئلة اكتبوا لي هلا كرميل نجاوب عليها. ما بعرف مين هي معنا هلا، إذا الناس فاضيين ولا الناس نايمين. أوكي، هل شد البطن بعد ولادي؟ هل أشيل أوزان؟ هل شد البطن بعد ولادي؟ هل أشيل أوزان؟ شو يعني؟ يعني هل بينشد البطن بعد الولادة؟ طبعا حسب، يعني اذا انت نطرت 7 اولاد بعد 7 اولاد جيت تشد اكيد لا ما رح ينشد، ولكن اذا من كل بعد حمل اعطيتي نفسك فرصة على الاقل سنتين واشتغلتي على العضلات والجسم تترجعيهم لاساسهم اكيد بينشد. اوكي، الفكرة انه بالوطن العربي خاصة النساء العربيات، هلا حبيبتي النساء العربيات شو بيعملوا؟ بتتزوج على البركة. اوكي، بتبلش بتقول انا رح اجيب او لا اخلفهم كامل بعدين زبط جسمي.
بتقضي 20 سنة عم تحبل وتولد تحبل وتولد تحبل وتولد بعدين بنظبط ما خربه الزمن بعد كل هاي. اوكي لا حبيبتي لا عزيزتي، اول من اول طفل تحبل بتاخذي بريك سنتين ثلاثة بترجع بالضبط جسمك، بترجع اذا في عندك انفصال بترجع بيرجع الجلد لمكانه، بتعطي جسمك ريكفري او استشفاء، بتاخذي راحة نفسية، بيكون عندك وقت لنفسك، بيكبر شوي الطفل عشان ترجع تركزي على الثاني وعشان جسمك يكون خلاص رجع، عشان لما ترجع تحبلي عن جديد تقدر ترجعي تراجع جسمك بعد كل ولادة. ما بصير انه انا اترك نفسي ثلاث اربع ولادات او خمسة او غيرهم وبعدين وبعد ما خلص انا رح اضبط جسمي، ما بتزبط هاي. اوكي ما بتزبط، ما بيرجع خلاص، راح فيها جسم، ما عاد يزبط. وهالشيء الأوزان أكيد تمارين المقاومة هي الأساس، ركزوا على تمارين المقاومة، ما في أفضل من تمارين المقاومة. أوكي تمارين كارديو قلنا نفس أهمية المقاومة، ولكن ركزوا على تمارين المقاومة جد جد ما بتعرفوا أهميتها إلا لتجربوها. وما رح أتضخمكم مع أني كل مرة بقول هيدا الشيء، تشققات تختفي بالرياضة لا ما إلها علاقة. أوكي فصلوا تشققات الجلد اللي هي ستريتش مارك او جلد لما الانسجه تبعت الجلد تتمزق خلاص ما بترجع، لو عملتي عمليه ما رح يقدروا يروحوا لك هدول التشققات بالعمليه. انا شايفه نساء بعيني عندي عاملين عمليات تومي تك وشادين الجلد وقصين منه، الستريتش مارك بعدها موجوده حتى مع العمليه. اذا لو كان في مجال تنشد او في مجال تتصلح ما كان صلحوها بالعمليه، لو كان يعني المنطق بيننا لو كان في مجال ما كان تصلح بالعمليه كانت تتصلح بالعمليه، بس ما بتصلح خلص الجلدي بس انتمزقت ما في شيء صلحها، لا كريم خارجي انسجت الانسجه الداخليه تبعت الجلد خلص تمزقت ما في شيء ممكن يرجع انك تقصيها وتشيليها برا. اوكي فلما بيعملوا العمليات لما النساء بيروحوا عمليات توميتك او غيرهم على فكرة ما بيصلحوا لنا الجلد ما بيتصلح. إذا كنت أنت شفت حدا بعينك عامل عملية وعنده كان ستريتش مارك قبل راح ترجع تشوفيهم بعد العملية هن نفسهم ولكن متمددين أكثر. ليه؟ لأنه ما بيتصلح. لو كان بيتصلح كانوا صلحوا بالعملية anyway، يعني ما كانوا نطروا لا مراهم ما تصدق لا مراهم ولا مشدات ولا كياس ولا أي شيء ممكن يشد الجلد او ممكن يرجع لك يشيل التشققات او الترهلات اللي هي في بطنك. اوكي فخذوها قاعده خلص بطلوا حدا يضحك عليكم، فكروا بمنطق وعقل. اوكي تشققات الجلد ما بتروح باي شيء خلص، بس ان ظهرت ما في مجال بقى تروح خلص، يعني طالما هي ظهرت يعني صار في تمزق لانسجه الجلد الداخلي فما راح تروح، انسى الموضوع اصلا. هي ما بعرف ليش هي اوقات بتكون عائق للنساء، انا بالنسبه عندي اياها وما عائق بالنسبه لي عادي، انا بيهمني انه اكون صحه وعافيه، اكون محافظه على نسبه الدهون بجسمي نسبه صحيه، اكون انسانه نشيطه عم بتمرن عم قوي عضلاتي عم فكر بصحتي اكثر ما اني فكر بالاشياء الصغيره مثل التشققات بجد نفس جرح، يعني التشقق نفس جرح شو بتعمل انه علم. اوكي غلط التشققات ما طلعت الا من وراء انه حبيتي وجبتي اطفال، يعني كان فيها هدف سامي بالحياة فافتخري فيه انه وراها اجا انت انجبتي حياة على الارض. اوكي بطلوا تحطوا من قدركم من نفسكم، يعني نساء بطلوا تحطوا من قدركم من نفسكم بهيك شيء، انت ما الك علاقة وما الك دم فيها، هذا الشيء لازم بروسس تصير، لازم في اشياء تصير عشان جبتي روحها، انت ما انك متخيلي انت حملتي هذا الطفل 9 اشهر والولاده قد هي صعبه وكل هاي المراحل بتمر فيها، بطلوا حطوا مقدر نفسكم افتخري فيها. اوكي ما في داعي تضلك ستريتش مارك وعندك شويه ترهب بسبب الولاده وعندك خلاص. اوكي عادي كلنا النساء بنمر بهيدي المراحل وما بصير غير بهيدي الطريقه، نادره من النساء اللي بيكون عندهم الجلد قابل للرجوع او الجلد اللي ما بيتمزق بتكون جلد سميكه وعندهم الاستسي بيقدروا يرجع، بس قليل جدا، ولكن اغلبنا بيعاني من هذه المشكله، ولكن هي منا مشكله انتم عملتوها مشكله. فافتخروا بنفسكم، لا تحطوا من قدر نفسكم، ما تفكروا باشياء صغيره تافهه بالحياه، ترى الحياه اكبر من هيك بكثير، في مشاكل بالارض اكبر من هيك بكثير نفكر فيها. انا بالنسبه لي استغرب بالوضع اللي نحن فيه، انتم مش شايفين شو عم بصير بالدنيا، بالوضع اللي نحن فيه كيف
شخص بيقعد بيسألني أسئلة وبيفكر بأشياء تافهة، مثل صراحة أنا عادة تافهة لأن عن جد هي أتفه أسباب الحياة، لأنه الحياة أكبر من هيك بكثير. هلا نحن عم نحكي على الرياضة، ولكن بنفس الوقت في شيء كثير مهم لازم أنتوا تفكروا فيه. وأنا رسالتي للمرأة العربية كثير بتحط من قيمتها وقدرتها، وكثير بيهمها الشكل الخارجي، إنها تكون مشدودة منفوخة، ما خلص بقى يعني that's over، يعني ترى أنتوا كثير تخنتوها، ما عندي خفصي بدي أعبيها، همي قاعدة ليل نهار زعلانة وعم ببكي دموع وقاعدة بالزاوية لأنه عندي خفصي لازم روحها، كيف كبر مؤخرتي، كبر صدري، عندي ستريتش مارك لازم شيلهم. هيدا انحطاط من قدركم. إذا أنت عايش حياتك كلها عم بتفكر بهول الأشياء، أوكي، بس ما عم تشوف شيء تاني، هاي هي الحياة، هاي هي الحياة صارت، إنه أنا عندي خفتي لازم ما بعرف كيف بدي أروحها، أوكي، وهمي إذا بدي ألعب رياضة لازم يا أما ألعب رياضة عشان لأنه عندي كرش لازم أروحهم، أو لأنه بدي أكبر مؤخرتي، أو لأنه بدي أعرض هون وصغير هون، أو لأنه يعني في سبب معين ما بعمله، يعني ما يكون عنا طموح أكبر أو نوسع شوي فكرنا ونرتقي شوي بأفكارنا بالحياة. ترى الحياة أكبر من هيك بكتير، ومنا واقفة على هول الأشياء الصغيرة، أوكي، هول الأشياء صغيرة تافهة واحد ما لازم يفكر فيها. فرسالة المرأة العربية، افتخري بنفسك، عندك ستريتش مارك لأنك أنجبت الطفل على الحياة، ولأنه ما بتصير غير هيك، ما بتصير، أوكي، هيدا جلدك، هيدي جيناتك، هيد عادي عادي نتبرى منها، يعني ربنا خلص هيك كاتب لك حياتك، ليش ما نرضى، أوكي. ولازم نفكر كتير منيح، نرتقي، ارفعوا شوي نفسكم، يعني خلي لك قيمة وذاتية، ما تضلك محسس العالم ومحسس زوجك ومحسس انه الستريتش مارك والله عيب تضلك متخبي منه. لا، الستريتش مارك كانت لسبب رئيسي، كان ترهل البطن اللي بصير بعد الولادة، الجرح من العملية القيصرية، التشققات البطن، كلها من هاي الشيء ما لك خاص فيه، انت ما لك خاص فيه، ما بصير غير بهذه الطريقة. لا تخجلي منه، لا تخجلي من جسمك، اوكي. ترى هول الصدر بعد الرضاعة، كل هيدول كان لهدف سامي وهدف معين. خليكم اقوياء، خليكم عندكم ثقة بنفسكم، اللي بتقدري تصلحيه، عندك امكانية تصلحيه بالعمليات، او اللي له حل بالعمليات عمليه، اللي له حل بالرياضة عمليه، غير هيك ما في حل، خلص وقفة، ما تضلك تدوري على اشياء سحرية وضلك قاعدة عم تبكي بالزاوية بس لانه عندك ستريتش مارك، او لانه عندك خفسي ولا بدك تعبيها وتروحيها مش عارفة كيف، هي هي مأزمة لك حياتك، او اللي عندك شوية كل كمان مأزمة لك حياتك، اوكي، عندك دهون، بدك صحة افضل، بدك رشاقة، بدك رياضة، قومي تحركي، حركي نفسك، ما تقعدي تبكي وتتساءلي، قومي حركي نفسك، العبي رياضة، ظبطي نظامك الغذائي، هيدا إله حل، اوكي. الاشياء التانية ما إله حل، اتركيها، ما في داعي تقعدي تبكي عليها، افتخري فيها، انا مني وعلي مستحيل ابكي على شيء صار بسبب الحمل، لا ان كان ترهل صدر، ولا ان كان تشققات بالبطن، ولا اصلا ولا عمري فكرت اني الترهل الزايد اللي صار بالجلد من وراء الحمل او ستريتش ماركس اني روح اعمل العملية او اني خجلاني منه، والله اطلع البس بكيني عادي ولا اخر همي، شو يعني اللي بيقدر يفتح تمه انا بعرف كيف رد عليه. فخليكم اقوياء، اوكي، معلش انا انفعلت شوي لان صرت خلص سماع نفس ال، انا ما بحب بالحياه التركيز على الاشياء التافهه والصغيره، الحياه اسمى واكبر من هيك بكثير، اوكي، وخاصه بالنسبه للثقه بالنفس والانحطاط او عدم الرقي بالافكار بالشيء. ثاني شيء، هيدول الافكار بياثروا عليك سلبا، بياثروا على محيطك، بيخلي غيرك ياخذ نقطه ضعف ضدك لانه انت ما عندك ثقه بالنفس فيها، انت ما عندك ثقه بنفس لا بجسمك ولا بجسدك، ما عندك ثقه بنفس، ومفكره انه الشيء اللي صار بسبب الحمل والولاده عيب وخطا، اوكي، وشيء انت الك يد فيه، وهذا الشيء ابدا مش صحيح، اوكي. اتمنى تكون وصلتكم الفكره، عن جد اتمنى.
ما فهمت السؤال. بدي اعمل استرتشات وارجع لياقة ووجع العضل. ما فهمت صراحة، ما فهمت السؤال. بياخد وقت افتح الحوض لحد ها؟ بياخد قد ايه وقت افتح الحوض لحد مبتدئ لياقة نص نص؟ تفتح الحوض كيف يعني؟ قد ايه افتح الحوض لياقة نص نص؟ ما كمان السؤال ابدا مش مفهوم. شكرا حبيبتي، اتمنى كلكم عن جد يصير عندكم ثقة بنفسكم اكبر. ازعل على المرأة العربية كيف بتفكر. شو هي؟ انا سألت سمعت انه تروح بالرياضة، ردت اعرف انه صح لو غلط. ما فهمت شو هي تروح بالرياضة، قصدك التشققات؟ ما تروح في الرياضة، ما تروح بكريمات، ما تروح باي شيء، ما تروح بعملية حتى، خلاص. هلا 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 بكل اللي عم ينضموا لنا. اوكي بعرف انه الوقت وقتها عصر اوقات الناس تكون نايمة فيه او تكون عم ترتاح. علشان افتح الحوض كامل قد ايه حاخد وقت تقريبا؟ تفتح الحوض شو قصدك؟ يعني تعملي سبليت؟ اوكي هيدا قصدك انك الرجل تفتح واحدة يمين واحدة يسار سبليت؟ الفسخ شو اسمك؟ يعني شو اسمه يعني فتح الحوض؟ لما تقولي فتح الحوض افتح الحوض إلى كتير معاني صراحة. بس إذا قصدك أنت السبليت ولياقتي نص نص، حسب كل إنسان، ما بقدر حدد من الكلمات. أنا إذا ما شفت بعيني ما بقدر حدد. أوكي بعدين حسب جسمك، حسب جسمك قد إيه بياخد، قد إيه حتشتغلي نفسك على نفسك بالستريتشات. إذا أنت بدك عن جد تمددي عضلات الهامسترينج من ورا وتقدري تفتح رجل يمين وحدة رجل شمال، إذا قصدك هيدي هو فتح الحوض. في أجسام يابسة، يعني في أجسام بيوصلوا لأعمار معينة، يعني مثلا بيدركوا نفسهم فترة طويلة من الزمن، ما بيكونوا بيعملوا استرتشات، ما بيكونوا بيعملوا حركة، الأعصاب والعروق تكون كلها مشدودة. أوكي ما يعني كتير صعب، بياخدوا وقت طويل وعادي ما يوصلوا لمرحلة إنهم يفتحوا كامل اللي بالنسبة للسبليت. وفي ناس عادي في عندها لياقة ومرونة بتقدر تفتح، فهي ما بقدر حدد لك بالكلام إذا لياقتك نص نص. ما لخص لياقة بهذا الشيء، يعني كلياقة ما لخص لياقة، هي الكارديو فاسكولا، يعني قدي بتحمل الأكسجين ضغط دم كارديو. أوكي مش لياقة بالفتح سبليت، ما إلي على هاي استرتشات اليونت الجسم. ما بعرف شو هي اليونت الجسم بالنسبة لإلك ولأي مرحلة أنت واصلة وقديه طف جسمي قديه مشدود. هلا فيكم، يلا شو عنكم أسئلة، شو عنكم؟ أوكي هلا أنا بدي أحكي لكم شيء كتير مهم. مع أني بفتح كل أسبوع تقريبا أسئلة وأجوبة كل 10 أيام، أوكي، ولكن بستغرب من المتابعين الجدد، أوكي، أنهم بيفوتوا على الحساب، اوكي، لانه مثلا عملوا فلو او ما عملوا فلو، اول شيء من غير ما يشوفوا اي شيء بالحساب، من غير ما يفتحوا البوستات يشوفوا كم بوست، يشوفوا تمارين، بعدين يشوفوا فقرات الاسئله والاجوبه، بيركضوا فورا. هذا شو بسموه؟ هذا بسموه انه انا ما بدي تعب نفسي ولاقي الجواب لحالي، لا بدي اقرا ولا بدي اتثقف ولا بدي تعب حالي، فبدي شو بروح دايركت على الدايركت، اوكي، وبسال السؤال. وغالبا انا كثير عم توصلني مسجات على الدايركت عم بنسال نفس الاسئله اللي انا اصلا حكيتها مليون مره بكل فقره اسئله واجوبه. اوكي فاذا عندكم اي اسئله قبل كنتم متابعين جدد، اوكي، قبل ما تيجوا تسالوني هذه الاسئله، فروا شوي بالحساب، اسمعوا فقرات الاسئله والاجوبه على الاقل كرمال تعرفوا، لانه اكيد الجواب رح يكون فقط اسئله واجوبه، ما في شيء ما جاوبت عنه. اوكي فخذوا فكره قبل ما تجوا تسالوني السؤال وارجع انا اشرح لك على الدايركت، لانه انتم ما بتفكروا انه انا عندي وقت فاضي بس اجاوب على الدايركت. اوكي انا ما عندي مشكله نساعدكم كلكم، اوكي، لاني من حب للرياضه ومن حب لنشر هيدي الثقافه وبحب ساعد كل شخص، ولكن هيدا ما بيعني انه انا اقعد ليل نهار بس اقعد عم جاوب على نفس الاسئله
ونفس الردود وكل شخص يشرح له واحد واحد شو لازم يعمل، لانه كل الاسئله كلها فيها كبر صدر بالرياضه. وانا اصلا اوريدي عاملي لايف خاص عن انه تمارين الرياضه، تمارين الاوزان او تمارين الرياضيه ما بتكبر الكتله الدهنيه تبعت الصدر ولا بتغير الشيب. اوكي نرجع عن جديد، برجع بقول اللي فيه كبر منطقه وصغر منطقه. اوكي بنفس الوقت يعني انا عندي كرش بدي اروحه وبنفس الوقت عندي مؤخره بدي اصغرها، ما فينا نعمل نفس الشيء، لان كمان انا حاكي باكثر من بوست بالنسبه للتضخيم والتنشيف، ما فينا اذا كنا بنكبر او كنا بنسوي زياده عضل لازم لازم يكون نزيد سعراتنا. اذا كنا بدنا ننزل وزننا او نخسر دهون منطقه معينه اللي هي انتم بتسموها بدي امسح الكرش، فكذا بدك تمسحي لازم تنزل سعراتك تروح لاقل من احتياجك ودايت دايت 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 لين يروح. اوكي هيدا كمان مجاوبي عنه. كمان في شيء ثاني كثير بيسالوني اياه واللي هو انا عملت رياضه والتزم بدايت وهي، بس المنطقه اللي انا مزعوجه منها مثلا عندي دهون بالافخاذ كثير، انا عندي مثلا دهون بالبطن كثير، انا عندي دهون ما راحت يعني ضعفت من كل مكان الا ما راحت المنطقه اللي انا بدي اياها، هيدا شيء طبيعي لانه الجسم ما بيتخلى عن الستور الاساسي، مركز الدهون عندك بيكون بهيدي المنطقه. اوكي يعني انت عندك دهون بالبطن، اكثر الدهون عندك وين؟ وقفي قدام المرايه شوفي تمركز الدهون اكبر منطقه عندك وين، لازم تعرفي انه هيدي المنطقه هي اخر منطقه بتروح. اوكي مش بسهوله انها تروح، لذلك كثير ما تنزعجي. اوكي ما تبلشي تنزعجي تقولي لا ما راحت وبطالما انت عم تضعف من غير مناطق عم يضعف باقي جسمك، يعني عم تنزل وزنك عم تنزل الدهون، هيدا بيعني انه انت على الطريق الصحي، ولكن بدك صبر بعد الى ان جسمك يتخلى يبتدي ياخذ من الدهون الاساسي اللي الستور الاساسي اللي هو بجسمك. اوكي فاصبري وخليك على نفس الطريق لانه كله بده ياخذ وقت، واخر شيء الدهون اللي انت مزعوجه منها اللي هي اكثر منطقه موجوده بجسمك هي اخر شيء بتروح، فما تنزعجي ما تسرع النتائج ما تخافي رح توصلي لها، ولكن بدها صبر واستمرارية اكثر بعد من هيك. اوكي شدي على نفسك اكثر بالدايت، شدي نفسك اكثر بالرياضة واستمري ما تتراجعي على ورا. اوكي لانه رح تنزل ولكن بدها صبر، بدها صبر كثير خاصة دهون البطن. اغلب المسجات تجينا على الدايركت دهون البطن كيف بدي امسح البطن، عنده شوية كيف بطن كيف بدي امسحها، كلها نفس الطريقة، وين ما كانت الدهون بجسمك دايت اقل من احتياجك ورياضة. اوكي اذا بدكم، في ناس بيسألوني في ابني عضل بنفس الوقت نزل دهون، اكيد ما فينا لانه بناء العضل يحتاج سعرات اعلى من احتياجنا على الاقل بشوي 100-200 سعرة. اوكي حسب انا قدي بدي ابني وسرع الوقت قدي انا مستعجل، بنفس الوقت اذا انا بدي اخسر دهون لازم نزل سعرات. اوكي فينا نعمل هيدا الشيء، فينا نبني عضل بشكل بسيط احتمالي، احتمال يزبط معكم احتمال لا. اذا انا بدي اعمل هاي الطريقه شو بعمل؟ باكل سعرات الاحتياج الثبات. اوكي يعني مثلا انا طولي هالقد، وزني هالقد، نشاط رياضي هالقد، عمري هالقد، اوكي طلعت سعراتي 1500 سعره محتاجتها ل بالنسبه لوضعي الحالي. اوكي فشو بعمل؟ باكل 1500 سعره ولكن بشتغل بجهد كبير بالرياضه. اوكي يعني بزيد نشاطي وشده تمريني بالرياضه عشان ابني عضل اخسر دهون. اوكي من غير ما نزل سعراتي، بس بدكم تشدوا حيلكم برياضه كثير منيح، ولما قصدي تشدوا حيلكم يعني يكون التمرين قاسي مش كيف ما كان ونشيل اوزان. اوكي مش بوزن الجسم، فكروا التمرين قاسي، بعرفكم انا بتفكروا انكم بوزن الجسم عم تعملوا تمرين قاسي. لو سأل سؤال او تعليق او كده خلي لي المخمره وانا حمشه بس انا اشوف البوست القديم لسه اكيد فيك تلفي بكل الاسئله والاجوبه وراح تشوفي اني تقريبا انا مجاوبه على كل شيء بدكم اياه. اوكي ولكن انا افتح اسئله واجوبه لانه مثلا في ناس ثقفت اكثر وصار عندها اطلاع اكثر، ممكن تسال اسئله اكثر عمقا، ممكن تسال اسئله تفيد غير ناس، ممكن مثلا سؤال ما خطر على بالي او ما حدا ساله قبل حدا يجاوب عليه باللايف، كمان فرصه اني اشوفكم يعني هيك نقعد قعدة قعدة رواق وحط لكم ميوزيك عشان تعملوا ريلاكس وهيك. اوكي ايه سعرات الثبات مثل ما قلت لكم، انا اذا بدكم انتم ما تنزلوا سعراتكم، اوكي
اوكي ما بدك تنزلي سعراتك. انت مثلا من النوع ما انك تخيني بس نفس الوقت بتعدي حالك ضعيفه بمناطق اكثر من مناطق، بس ما بدك تنزلي سعراتك انك خايفه ينزل الدهون من غير مناطق اكثر من هيك، اكيد راح ينزل شوي من مناطق ضعيفه اكثر. ولكن اذا بدك تحافظي على السعرات دائما اشتغلي على سعرات ثبات، ولكن شدي حيلك بالرياضه. اوكي رياضه قاسيه، وحاولي تشتغلي مش اقل من 4 إلى 5 مرات بالاسبوع تمارين رياضيه، وان شاء الله بتشوفي نتيجه من غير ما تغيري سعراتك. يعني تخلي سعرات الثبات بس فيك بنفس الوقت في استخدمها جسم ليبني عضل. اوكي ما معناه انه بناء العضل ما حيكون كبير مثل ما انت مفكره، شيء بسيط ولكن افضل من انك تخسري عضل. دائما على طول لما نحن بننزل سعراتنا بنخسر عضل. اوكي خدوها قاعده، بنحاول قدر الامكان تجنب خساره العضل بانه نخلي شده التمرين عالي ونعلي كميات البروتين او نخلص كميه البروتين من احتياجنا اللي هي لازم نكمله. اوكي في حدا تاني عنده اسئله؟ اللي عنده سؤال يلا اكتبهم، عندي بس 10 دقائق وبعدين حسكر. اوكي فاذا عندكم اي اسئله اسالوني اياها هلا. اوكي في كثير اسئله والله وصلتني على الدايركت. كل مره بقول بدي افتح في مره قلت كثير حتى بدي افتح هالشيء بس بنسى، يا ريتني بسجل. مشكله بكون مشغوله لما بقرا المسجات تبعولكم، بكون مشغوله وما بسجل. يا ريت اسجل، خلاص لازم اسجل. اوكي لازم اسجل عشان اعرف شو هي اسئلتكم اللي بتسال كثير على الدايركت. واوقات بقول كثير بدي اشرح مواضيع، بدي افتح عشان اشرح مواضيع معينه ولما بفتح بنسى. اوكي فذكروني ذكروني بالمواضيع، اكتبوا لي اسئله هون خلينا نشرح للناس اللي ما بيعرفوا. الديد ليفت لاسفل الظهر بيشتغل، الديد ليفت فينا نقول فول بادي. انا من التمارين المفضله عندي كثير بحب الديد ليفت بانواعه، فتمرين الديد ليفت بيشتغل على كثير عضلات لانه بس اغلبها هي ايه لما بدي اشتغل فيه انا بكون عم بشتغل اسفل الظهر. اوكي كور عضلات البطن كثير بتشتغل، عضلات الحزام البطن الداخلي. اوكي مش الركلس ابدومينز مش اللي برا، عضلات الداخليه الكور اللي هي تنقبض. اوكي الحزام اللي بيجي من العمود الفقري لقدام بتشتغل كثير بالديد ليفت. اوكي ما كمان بنشتغل اسفل الظهر، بنشتغل هامسترينج عضلات الارجل الخلفيه. اوكي وطبعا السومو كمان بيعمل اكتيفيشن للجلوتس يعني المؤخره عضلات المؤخره. بس تمرين الديد ليفت من 4 تمارين انا صراحه عشقه، لازم بالاسبوع على الاقل بكل اسبوع انا لازم يتضمن تمريني للارجل كل انواع الديد ليفت كل انواع الديد ليفت. اوكي فبقسمهم مع تمارين الارجل اللي انا بيكون عندي اياها، بيكون بتعرفوا البيسك او الاساسيات الديد ليفت هي عندكم الرومانيان ديد ليفت، الديد ليفت العادي السومو ديد ليفت اللي بيكونوا الرجلين مفتوحه على برا، وفي عندكم السنجل ليج ديد ليفت. دائما على طول اعتمدوهم ونوعوا بيناتهم. اوكي ما تاخذوا تمرين واحد او تمارين معينه وتضلوا عليها طول حياتكم، ما في تقدم. اللي بطل يعمل رياضه هي انت كاميليا كيفي شو اخبارك؟ ليش؟ اللي بطل يعمل رياضة يجي لعندي انا بعلمك كيف يرجع يعمل رياضة. يا الله ليش حرام، الرياضة جدا مهمة. دايما على طول شوفوا اختاروا الشخص اللي بيحب الشغلة عشان يحببكم فيها. في شيء يعني مثلا انا من ايام الدراسة اخذت هذه الفكرة من ايام الدراسة، كان في مدرسين يعني في مواد انا لحد هلا بكره شم ريحتها وتقطع من حدي بسبب المدرس اللي كان يدرسنا المادة. اوكي وفي مواد بعشقها لو مهما كانت صعبة كمان بسبب المدرس اللي كان يعطينا اياها. فدايما على طول اذا انتو اخترتوا الشخص اللي بيحب مهنته واللي بيعطوا من قلبه واللي فاهم صح رح تحبوا الشيء من وراء. اوكي رح تحبوا
يعني مثلا اختار الشخص بيحب الرياضة، اذا كان حواليك كرمال يحببك او حتى ممكن يكون حدا من اصحابك يشجعك، اي حدا قريب منك لتشجيع ليكون معك، اذا انت كنت بتحب يكون عندك حدا بيرافقك بالتمارين. كم المدة اللي يجب ان نمشي على جهاز الجري؟ شوف جهاز الجري انا ما كتير بنصح فيه، اوكي؟ لفترات طويلة، اوكي؟ ما في مشكلة نعمله فترات متباعدة، فترات قصيرة، ولكن 20 دقيقة مش يوميا، اوكي؟ مرتين الى 3 مرات في الاسبوع، ويفضل تجنبه. اذا عندك الفرصة انك تتجنبي فضل انك تتجنبي، لانه بيسرع مشاكل الركب، اوكي؟ فينا نقول مش هو السبب الرئيسي لمشاكل، في جينات وغيره بتلعب دور وتمرين خاطئ، في كثير اشياء بتلعب دور اذا باحتكاك او خشونة ركبي، ولكن اللي بسرعه هو اجهزة الكارديو بجيب اللي هي اكثر شيء المشي والهي، وانا بحسها منا ذات فائدة نفس التمارين الهوائية التانية، ممكن تسويها بوزن الجسم او ممكن تسويها بالفري ويتس، اوكي؟ يعني انا من الاشخاص اللي لا استحمل اني اجلس على جهاز المشي 10 دقائق، لا استحمل صراحة، ما بعرف كيف الناس بيقعدوا عليه، ما بحب اعمل نفس الحركة لمدة 10 دقائق او ربع ساعة، او يعني نفس الحركة، تخيل كم خطوة عم تمشي. بعدين مثل ما قلت لكم انا بحسها كتير فيها ضغط، لانها عندها مسام محدد، وبشوفوا اغلب الاطباء العلاج الطبيعي بيحذروا انه كتير مكثر منها لانها منا كتير مفيد. اي هي تمارين العزل للعضلات، في كتير عضلات وفي كتير تمارين عزل، شو بدك نحكي عنهم؟ يعني هي بدها بوست لحاله خاص، تمارين العزل وتمارين العضلات وعضلة عضلة، اذا بدك الاكتاف عندك البايسبس، تمارين العزل يعني هي التمارين اللي هي بتستهدف العضلة لوحدها من غير مساعد، اوكي؟ يعني مثلا بايسبس كال، اذا وقفت عملت بايسبس كال، اوكي؟ اذا كنت واقفه او قاعده في مساعد باقي الجسم، اما انا لو ثبتت البايسبس وعملت بايسبس كال وانا ايدي ثابته كوعي ثابت، اوكي؟ هي تمارين العزل. ف ذات الشيء بالنسبه لباقي العضلات، فالعضلات كثير تمارين كثير، ما رح ما في وقت اصلا اقعد اشرحها، خليني اشوف أسئلة ثانية. هل صحيح لا يجوز الجري لمدة ساعة يوميا؟ يوميا تجري؟ يعني يوميا تعمل نفس الشيء؟ مش انه لا يجوز، اوكي؟ في ناس اصلا، في اثليت او رياضيين يعتمدوا على الجري مثل ما بتعرفي، عندهم مباريات وغير هيك، بس ايه يعني انا بحس انه مش اوكي، مش انه بحس انه مش اوكي لك تجري يوميا لمدة ساعة، بس بالنهاية شوفي بالاخر رح تتعود عليه، يعني بالنهاية بالاول رح يكون صعب، اوكي، مثل اي شخص ثاني، وبعدين رح تصيري كل يوم تجري نفس المسافة من غير اي تقدم، جسمك رح يتكيف، الجسم بيعرف يتكيف على هاي، اوكي. جري برا في الطريق انا ما عندي مشكلة كثير حلو، ولكن الجري على جهاز المشي اكيد لا، اوكي. فإذا انت بدك تجري كل يوم ساعة عادي، اذا انت بتحب الجري، في شيء بتحب يعمليه، ما في مشكلة، خاصة برا بالهواء الطلق او على الارض العادي، ولكن على جهاز الجري لا، فعادي بالبرا بس مش على جهاز الجري، ما بيسوى للركب مثل ما قلنا، للركب حافظوا على مفاصلكم لفترة اطول. عندي التهاب مزمن للكتف وقت اتمرن تصير يدي ثقيلة، شو التمارين افضلها؟ ريهاب اكسرسايز، انت بدك فيزيوثيرابي وتمارين ريهاب، اوكي، وبدك تريحي، طالما في التهاب يعني لازم يكون في راحه، دائما تذكروا التهاب راحه، اوكي، ما بصير التهاب وضل عم بتمرن، التهاب ضل عم بتمرن اخر شيء بتوصل لتمزق، اوكي، وما في استشفاء، بعدين بصير اذا عندك شهرين بصير عندك استشفاء، بعدين بصير عندك 6 شهور وسنه، وخاصه مفصل الكتف، اوكي، مش سهل يصير عنده استشفاء. ده طالما في التهاب وقفي التمارين وركزي، بس بدك تروح على الدكتور طبعا، لازم تراجع طبيب مختص بالعلاج الطبيعي وبالرهاب مثل ما قلنا، هي العلاج الطبيعي، اوكي، ولازم تريحيها مع الادوية طبعا للالتهاب، ونفس الوقت مثل ما قلنا نعمل انه نريحها مع تمارين الرهاب، بس ما لازم تكفي تمرين، يعني اكبر غلط شو عم تعمله بحالك او بحالك، ماما فينا بيحكيني. ف ايه
حرام حرام توصل لفترة أو توصل لفترة إنه ما بصير ما بصير الكتف تركي الالتهاب بده راحة. النزول في الديدليفت الآخر أو تحت الركبة شيء نزول هل هو الديدليفت حسب مبتدئين أوكي هي حسب ليون مرونة الجسم حسب الشخص هل بيعرف يعمل هيب هنج يعني بيعرف يأخذ الحوض لورا ويخلي الظهر ستريت ثابت أو ما بيعرف يعملها أوكي فهي هي نحن الفكرة بنعملها. فإذا كان الشخص بعد مبتدئ وما بيعرف يخلي ظهره ستريت وثابت من غير ما يلفه ويعمله كيرف من خليه ينزل بس تحت الركبي بشوي بيرجع يطلع. اذا شخص تقدم وصار عنده ليون وكافي ومنون كافي صار يقدر يعمله بالشكل الصحيح في ينزل لتحت. فاثنينتهم مش غلط حسب الليفل. شلون نعرف انه عندنا التهاب مكان الالتهاب بالمفصل بيكون في وجع دائم اوكي وحراره حراره بالمفصل نار 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 لما بتنام عليا ما في كم وما في نار نار يعني بتحسي في نار سخن سخن المكان سخن كتير ووجع دائم اوكي هيدا على الاغلب بصنف التهاب بس اكيد في طرق ثانيه بتعرف انه في عندك التهاب انك تروح على الدكتور وتشخصي هيدا الشيء. ممكن تدربيني هذا انت بالدوحة لاني انا اكثر من مرة اعلنت لكل الناس بالدوحة انه عندي مجال اخذ الساعة 3 سبت 2 4 الساعة 3 الظهر بس مش شخص على الاقل شخصين او ثلاثة جروب بي تي بمركز فيرست ستيب بالغرفة اوكي فاللي حابب يكلمني دايركت اوكي حسب الوقت كمان المتاح عندي غير وقت مش متاح. يعطيكم ألف عافية. أنا لازم أسكر هلأ أعتقد هي خاصة الأسئلة وبعرف إنه الوقت ما كان مناسب أبدا أني أفتح لايف لأنه أغلب الناس مشغولة وأغلب الناس ممكن تكون بعد ما رجعت من الشغل أغلب الناس ممكن تكون عم تتغدى وفي ناس بتكون هلأ وقت القيلولة نامت ولكن حسب الوقت المتاح عندي كمان أنا كان عندي هذا البريك بين الكلاسات بعدين هلا رح اكمل كلاساتي فما حيكون عندي وقت للسبعة عشية سو خلص النهار. باكر على اي حالة ما تكونوا استفدتوا ولو بالقليل من هيدا اللايف اوكي. في سؤال قبل ما اطلع ممكن حدا يحرق اكتر من الاكل اللي عم ياكله لو ما يقدر يعمل حملة غذائية ايه بتقدر تحرقي ما في داعي تعملي حملة غذائية فيك تعملي مثل ما قلنا بتاكلي وسعرات الثبات ما تعملي حمية وتحرقي اكثر من تاكلي كيف نشاط نشاط بدني عام رياضة نشاط بدني يعني حسب كمية السعرات اللي بتاكليها وكمية الفتح بالاكل واللي انت ما بدك تعملي لها كنترول بدك تعرفي حالك اوكي هل في استجابة ولا لا اذا انت ما بدك تحسبي بدك توجع راسك ما بدك تعرفي اهم شيء شو تعملي تضلك عم تجربي يعني تضلك على نفس كميات الاكل وتضلك عم تزيدي نشاطك تزيدي نشاطك لين تشوفي نفسك عم تنزلي بالوزن هون بتعرفي انك صرتي عم تحرقي سعرات اكثر من اللي عم تاكليهم ما في داعي تعملي دايت ولكن بدها تجربه اذا ما في حساب سعرات اوكي بس ايه ممكن ولكن بدها كثير نشاط كثير كثير لانه السعرات الحرارية انتم مستهينين فيها بس هي كتير اوكي يلا اتمنى لكم يوم بقية يوم سعيد لانه راح اليوم خلاص وانا مضطرة ان اسكر انه عندي شغل راح فضلكم هيدا اللايف لكل اللي ما لحقنا كل من يستفيد منه ويسمعه وكمان لكل اذا كان عندكم اي سؤال انا ما جاوبت عنه او اي حدا شاف هيدا اللايف كان عنده سؤال ما كان موجود باللايف اكتبوا لي اياه تحت بالتعليقات وان شاء الله انا بجاوب عليكم باقرب فرصه ممكنه اوكي يلا باي باي.